أحسن الله إليكم. الأخ هذا مصري مقيم بالجدة يقول: ما واجب المسلم تجاه نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون المسلم متبعا له في أفعاله وأقواله؟ واجب المسلم تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم واجب عظيم، فالرسول له حق عظيم بعد حق الله سبحانه وتعالى، وذلك بالإيمان به، تصديقه عليه الصلاة والسلام، وامتثال أوامره وترك ما نهى عنه، والتقيد بشرعه وعدم إحداث البدع. هذا معنى هذا الحق الواجب على المسلم نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا بعد الإيمان به وبرسالته صلى الله عليه وسلم. نعم.